عسلامة مرحبا. عندنا ريزرفاسيون 3 ميتي، دوز ادولت و ان انفون. عسلامة مرحبا. حتى احنا كيف كيف. زعما قداش تكلف الطلب؟ ما نعرفش. ما نتصورش باش تلقاو اوفر خير من اللي لقيناه احنا. تصور 3 ميتي 1000 دينار اكاهو. احنا 800 دينار اكاهو. كيفاش عملت بربي؟ سامبل برشا، تدخل على سيت ليبرتا فواياج، تلقى احسن عروض الصيف باسواق ما كيفاش. تسمع؟ مش ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن احسن سوم. ما تضيعش الوقت. ادخل على libertavoyage.com. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com. علاش ليه؟ انت الحرة بين انساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معون كله ما يلصقش، فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه احسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. احسن ما في السوق ليك والباقي العايلة، بيديك انتي تحفل وتملى المايدة. او ام اس كوزيني اوترمون. سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. سمحت شيف، مسهل هالبنة. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حذرناه سلة سلة، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على منافع نقول احنا الفوض نتاع القهوة ولا القهوة الباقية، باش نشوفوا كيفاش نجموا نستعملوها. كما زاد باش نحكيو على الساقين المنفوخين في الصيف، نشوفوا الأسباب وخاصة الوقاية والعلاج، وزاد نحكيو كيفاش نجموا نعتنيوا بشعرنا في الصيف على خاطر الشمس وبحر وبرشا حكايات. دونك اليوم باش نعطيكم تحس حلقة كلها ديزاستيوس، دونك خليكم معنا وما تبدلوش القناة. ومع بعضنا نقولوا مرحبا للشيف. عسلامة فاطمة. عسلامة، عايشاك نهاركم زين. عسلامة شيف، مشاهدينا وين ما كنتوا نسلم عليكم من جديد. كوجينتنا ترحب بكم باش نشوفوا فيها وصفات حلوة ومالحة، والحلو ديما عند شيف فتحية الشوشي. مش حلو بركة يا أيوب. حلو جو. حلو قارص. لا مش جو. سيتروناد. اليوم. سيتروناد. باش نوريكم الطريقة اللي تخبيو بها السيتروناد وتستعملوها على مدة طويلة وتقعد امبيكابل. أنا متأكدة اللي باش تعجبكم. مع هذايا باش نعمل تيتوخ سادي باللوز.
اللي يتقرمشوا بسهوله مع السترونات. باهي برشا. حفلتها الشيف فتحي الشواشي. انا مشاهدينا اليوم عندي ثلاثه وصفات، لولا باش تكون الفلافل، باش نشوفوا كيفاش نعملوهم الفلافل الشرقيه، كي الكفته يعملوها بالحمص تجي مقليه بنينه برشا. معها هي باش نعملوا غولا دو جامبون، باش نشوفوا كيفاش نعملوا كيما اللي ماكي ولي سوشي بالجامبون، لكن باش نعملوهم اخترت اليوم كريب سمارت شيف معاهم هما، باش نعمل البروشيت نتاع الطومات موتزاريلا. الموتزاريلا سوريز جاتنا حاضر باش من عند مرياح، باش نشوفوا كيفاش نزينوهم بطريقه بسيطه وسهله. واحنا مواصلين معاكم في حكايه لي زاميزبوش هذوما الكل اللي تنجموا تسحلقوهم في المناسبات نتاع النجاحات والفروحات. احنا باش نمشيو الفاطمه السويد، ومن بعد خليكم معنا نبدو وصفاتنا بعد شويه. ميرسي لي شيف. خلي زيد نذكر الناس اللي تحب تمشي تعمل صيفيه مزيانه خارج تونس، دونك فما مع اورانج كروزس نلقاو كروزيير الاولانيه اللي نحكيو عليها تويكا، اللي هي ام اس اي اوبيرا. الباتو هذا اللي يخرج كل نهار خميس من تونس ويرجع الخميس اللي من بعده، بعد ما يعمل دوره في المتوسط. الاسعار بيان سور انطلاقا من 1,999 دينار للشخص الواحد مع امكانيه التقسيط. دونك نعاود ونذكركم انه الرحله هذه تخرج من تونس يمشي والباليرمو، يمشي والنابل، جنوة، مارسي وبرشلون ويرجعوا لتونس. أكثر معلومات مع أورانج كروزس تنجموا تطلبوهم على 50-211-787. نشوفوا سبوت ونرجع. تحب تعدي صيفية تقعد لك على البال؟ جبنا لك لافار مع أماسي كروزير اللي تطلع من تونس وتعمل دورة في المتوسط. تمشي لباليرمو، نابل، جنوة، مارسي، برشلون وترجع لتونس. بيان سور الرحلة هذي راهي كل نهار خميس من أول جوان لآخر أكتوبر. الأسعار انطلاقا من 1,799 دينار للشخص الواحد، وراهو الخلاص بالتقسيط على خاطر دلال ما نلقاو كان مع أورانج كروزس اللي تنجموا تطلبوهم على 50-211-787، وإلا تزوروهم في 7 نهج ابن الجزار لافايت. تحبوا تمشيو تعديو الاجواء كما كنتوا تشوفوا فيها تويكا في سبوت الخاصه بأورانج كروز، اسمع عليكم كان تطلبوهم على 50-211-787. ما احنا تويكا بحثنا في البلاتو الدكتور مسلم ميسي اللي هو اخصائي في طب الشرايين والاوعيه الدمويه. مرحبا بك يا دكتور. شكرا، بارك الله فيك، وشكرا مره اخرى على الاستضافه وعلى الاجواء الصيفيه الحلوه. يعيشك يا سيدي. دونك اليوم باش نحكيو على انتفاخ الساقين، خاصه نلاحظوها في الصيف، نشوفوا الاسباب وخاصه الوقايه والعلاج، لكن قبل كان تسمح نمشيو بحذا لشيف. اكيد فاطمه كيف ما قلت نجيو لكوجينتنا ونبدو مع الشيف فتحي الشواشي. الوغ اول حاجه باش نبدا بها هي سيترونات. سنتريفيجوز هي الباز نتاعنا نتاع سيترونات. لازم تكون عندنا سنتريفيجوز. هذه هي احنا هذه. هذه من عند ايفيزا. علاش؟ على خاطر هي تعطيك الثمره نتاع القارص وتعطيك اللي حاجتك به الكل، باش تكون عندكم سيترونات كيما نذوقوها في لي باتيسري ونقولوا ما بنها وكل. هذه هي سر نتاع السيترون. هي الماكينه تو دابور لازم تكون عندنا سنتريفيجوز ولا. احنا من عند يوفيزا. الوغ نجي هنايا نصب نحط على الفيتاس 2 ونرمي الخارج نتاعي. في لحظه تقعد تصفيها وحدك في كل شيء. اكيد اقل تعب وسهل عليك الخدمه برشا. كل شيء تلقى في دقيقه عندك سيترونات مخدومه مريقله. تغسلوا القارص مليح، نحيوا له الزوز ناقر نتاعو، سيرتو قارص اذا كان فيه برشا ماء وشويه قشره ما نستحقوش نقشروه. الفيتاس نتاعها تيغبو قويه قويه. الوغ هذيا سيترونادي حضرت، اشنو باش نجي نعمل؟ نجي هنايا نحي الماكينه ساعة ونجي ناخو القارص على الليترا سيترون
إترا سيترون كونسنتري كيما هكا هي فيها 2 ساعة ديجا النيفو تاع إترا نحطوا عليها رطل سكر الوغ نجي ناخذ رطل السكر هذا نصبه في شقالة ونجي ونحط الجو نتاعي هذاك اللي تحصلت عليه اذا كان القرص نتاعكم خشين برشا برشا تقشروه كعبه بكعبه كعبه مقشره وكعبه مقشوره واذا كان القرص كيما نتاعي انا خاطر قرصي بتاع دار القشره فيه جو اكثر من القشره ما تقشروش طول وهذيا توا نقعد نحرك فيه حتى لين يذوب السكر ومن بعد نوريكم كيفاش نعبيه باش يتحط في الكونجيلاتور ومن بعد نوريكم كيفاش يخرج من الكونجيلاتور وتعملوا به سيتروناد متميزه. مازال ماهوش فيني هكا. لا مازال ماهوش فيني، لازم تقعدوا تحركوا ساعه حتى لين يذوب السكر كومبليتمون، دايوغ لونو يتبدل كي يذوب السكر. باهي برشا، يعطيك الصحه شيف فتحي الشواشي، مشاهدينا معكم كيف ما قلت انا اليوم باش نعمل الفلافل الشرقيه، يكفي يكون عندك حمص مغسول بالباهي منقوع معاه شويه بيكربونات دو صود، دونك الباكو هذايا من عند سمارت شيف هوا تشوفوه. دونك ترنخوا به الحمص باش يتعاونوه في الكويسون كي يتقلى. هنا شللناه من الماء نتاع الترنيخ ومن غير ما نطيبوا الحمص ني، حطيت معاه بصل كيف ما تشوفوا. دونك هكا نكون ديما نقص شويه كميه البصل، وبعدها نشوف باش ما تفركليش كعيبه الفلافل. هذايا حمص وشويه بصل، باش نحط معاهم كزبر اخضر. هكا. ونزيد عليهم لفاحات، دونك هوني عندي شوية كمون، باش نفوح بالكمون، نحط شوية فلفل أكحل، وشوية ملح، وهما يعملوا شوية كزبرة ناشفة يقولوا هما اللي هو شوية تابل، أنا باش ناخذ شوية تابل هنا من عندي، ونحط لها شوية تابل معناها مرحي، هذايا الكل باش يترحى مع بعضه لين تحصلوا على بات، أنا عندي الماكينة نتاعنا هنا من عند أوفيزا. دونك ناخوها وهي باش نرحي بها نتحصلوا على العجينه هي البات هذيك نتاع الكفته اللي هذيا نسموها فلافل. دونك نرحيوها بالبدا باش نتحصلوا على بات عجينه. دونك هذيا هي اللي من بعد باش نعملوا بها الكفته. تو نوريكم كيفاش باش ما نبطوش احنا برشا على فاطمه. شوفوا هنا كيفاش تحصلنا على العجينه بالحمص هذيا الكلها. دونك باش نعملوا بها الكفته نتاع الفلافل نتاعنا اللي حضرت لها انا ديجا جلجلان. نمشيو لفاطمه السويد وبعد شويه تجيونا نبدو مع بعضنا نقليو كعبات الفلافل. مشكورين لشيف يعطيكم صحه. دونك احنا تويكا نرجعوا نحكيو مع الدكتور مسلم النساوي، قلت له هو اخصائي في طب الشرايين والاوعيه الدمويه. اليوم دكتور كيف نقولوا الساقين منفوخه؟ يقول قايل وقتاش نعرف ساقيه منفوخه ولا مش منفوخه صح؟ هل فما مقاييس شنو فما؟ اكيد هو فصل الصيف كما تعرف بمفعول الحراره كل شيء يتمغط. هو شتون لوا فيزيك اللي بمفعول الحراره والسخانه الاجسام كلها تتمغط، فلذا في فصل الصيف ديما مش نقاو الجسم اللي هو متكون باكثر من 70% من الماء مش يكون اكثر انتفاخ من بقيه لي سيزون. علاش الانتفاخ يجي في الساقين اكثر من الاماكن الاخرى؟ هو كيف ديما نرجعوا للفيزيك سيتون لوا فيزيك، اللي السوائل الموجوده في الجسم هي تقاوم في الجاذبيه للرجوع. فما كيما عندنا سيركيلاسيون ارتيريال عندنا سيركيلاسيون فينوز، لكن عندنا زاد دوره اخرى هي سيركيلاسيون لنفاتيك سيركيلاسيون تاع الماء اللي يدور في الجسم. في الحراره وخاصة النهار في الصيف أطول من الأيام الأخرى، معناها أكيد مش ناقفوا أكثر من اللازم، وقد يكون تقل فيها الحركة أكثر من فصل الشتاء. مش نلقاو ديما الكاحل ولي جونب منفوخين عند أغلبية الناس. بقينا علاش ناس يظهر عندها وناس لا؟ هذا هو. فما ناس أكثر حركية وأكثر مشي وفي خدمتهم ولا في الاحتقاء أكثر حركة من غيره. تلقى عنده هاليسيني هذوما اقل شوي. لكن فما عباد بحكم عوامل اخرى اللي هي السمنه اللي هي قله الحركه اللي هي مثال عند نساء الحمل والتغيرات الهرمونيه اللي تقع عند عديد الاسباب اللي تخلي الكاحل والجنب السدلات اكثر من بقيه الانسان. نجم نلقاو ساق بساق ولا في حالات نلقاو ساق بساق؟ في
حالات. نحن توا حالات شنو مثلا مرضيه تكون ولا فما حالات مرضيه شو ما تعرف كما قلت لك فما ان سيركيلاسيون ارتيريال دوره دمويه في الشرايين ودوره دمويه للرجوع اللي هي في الاورده، لكن فما دوره اخرى لرجوع الماء اللي هي لا سيركيلاسيون لنفاتيك. القصور اللمفوي ينجم يهم ساق دون ساق اخرى ومسبباته كثيره. نحب نطمن العباد راه 90% او اكثر من الاسباب هي اسباب غير ضاره ماهيش اسباب كبيره، لكن في حاله انتفاخ ساقين ديما نقول راهو يلزم استشاره الطبيب. فما حالات وين يكون فيها الانتفاخ زاد هو علامه من علامات مرض خطير. ماناش مش نمشيو تو لمرض الخطير، مش نحكيو ساعه تو مبدئيا على انتفاخ الساقين في الصيف شنو اسبابه؟ قلنا شنو السمنة، قلة حركة، قلة الحركة، السخانة بصفة عامة، وشنو الحاجات اللي نجم نعملوها بور ايفيتي معناها مش نتفاداو. نحكيو ديريكت وقاية. ساعة انت كيف يجوك ناس معناها هذا السؤال، يجوك ناس يقول لك انا نحس في ساقي هذه اخشن من هذه ولا حاجة ولا اغلب العيادات اللي نشوفها في الصيف هي عيادات على الانفودام وعلى اللودام دي مغرب. الناس قاعدة تمشي وتشوف اغلب العيادات تشوفوها على كطب الشرايين والاوعية الدموية هو انتفاخ ساقين. هذه معنى اغلب العيادات اللي يشوفوها في انتم كيف يجيكم مريض يعاني من انتفاخ في الساقين شنو كيفاش يتم الفحص؟ اسكو تعملوا له راديو ولا شنو بالضبط؟ هو فما التشخيص ساعه عن طريق الانتروغاتوار ساعه يلزمنا ساعه نحكوا ونشوفوا عنده فماش اسباب عائليه، فماش اسباب مرضيه، فماش ادويه ياخذ فيها. علاش فما بعض انتفاخات الساقين اللي هي زاده جايه من الادويه اللي ياخذها لي زونتي ديبريسور لي زينيبيتور كالسيك اللي هما المضادين للارتفاع ضغط الدم، الكورتيزون. هذوما فما بعض الادويه هذيك، علاش ديما نقول للاطباء بصفه عامه والزملاء ناخذوا وقتنا ساعه في الانتروغاتوار، خلينا نعرفوا ما نداووش مرض احنا نداووا في مريض، نشوفوا ساعه بالضبط شنو المحيط بهالمريض هذا من اسباب عائليه واسباب وديزونتيسيدون شخصيه تنجم. ثم يجي الفحص. الفحص هو مش شوفوا نوعيه الانتفاخ، فما انتفاخ نسموه احنا كي غارد لو غودي معناها كيما العجينه كي نمسوه يخلي امبرانت، وفما انتفاخ سي تانو دام مو اللي يكون منتفخ الساق بشكل كبير واضح، ضغط كبير في الساقين، هذاك نوع اخر. ثم نتعدوا المرحله الثالثه هي لي زيكزاما كومبليمونتير اللي اهم ديما نقول الجولد ستاندار نتاع التشخيص نتاعنا هو لي كودوبلير. هو التصوير بالصدى الملون مش نعرفه فماش اسباب من داخل نتاع شرايين نتاع اوعيه دمويه، تجلطات في الاوعيه الدمويه، قصور في الاوعيه السطحيه اللي هو انسيفيزونس فينوز. فما عديد الاسباب اللي تهم الاولد. اذا كان كل شيء لاباس مثلا كل شيء هذا لاباس ما فماش، لكن باقي موجود فما اودام، وقتها يلزمنا نمشيو نلوجوا على امراض اخرى قد يكون مستعصيه واختيار. يا لطيف. اللي هي ديما ما نحبش خوف العباد، اما ديما الخمسه ولا العشره بالمئة موجوده هي نركز عليها انا. مش معناها جاني مريض انتفاخ قول لها سيت لانفودام شنو مثلا نجم يكون؟ اللي هو قصور القلب، قصور عضله القلب، القصور الكلوي، القصور الكبدي. هذه من الاشياء اللي راهي هذيك علاش نقول حتى تعكس على الساقين حتى كان قليله، لكن ديما نقول اذا كان فما انتفاخ في الساقين فو فوار ميدسان يلزمك ما نستهنوش بها. لا كي تقول صيف وما ما نقولوش صيف انتفخت داكورد ولا هاو صيف وانتفخت الساق، لا ما يسالش. نتهنى على روح نتهنى على روح وعلاش فما علامات صغيره حتى انتفاخ شويه في الكاحل من اللوطه ولا في الجنب في الفاره، هذاك يكون علامه نتاع مرض خطير اللي نجموا نتفادوه على بكري. باهي برشا، باهي عملنا الفحص وعرفنا ممكن الاسباب لهنا دكتور. بيه. كل سبب عنده الدواء نتاعو ولا كلها كل سبب عنده الدواء نتاعو اكيد. الاسباب شوف انا الاسباب الخطيره ديما نوجهوها كل واحد باختصاصه، نوجهو طبيب القلب اذا كان فما قصور في القلب لازم نشوفوا طبيب قلب علاش هالاسباب هذه، اذا كان قصور كلوي بتبقى توا الاسباب العاديه اللي هي من اختصاصنا احنا كاطباء شرايين. اول حاجه ديما نقول 80% من الدواء هو عند المريض في روحه. أيه. هي ليجيان دو في، طريقه العيش اللي مش يتوخاها ديرون الصيف هذاك خلال الصيف هذيك شنو هو اللي لازم يعمل. انا نعطي المريض فيشه كامله فيها شنو الحاجات اللي شنو يعمل. شنو مثلا خلينا ننفعوا الناس اللي شوف فما حاجات بسيطه نعملوها كل يوم. احنا ديما نقول ما دامنا قاعدين الماء ديما عكس البوزونتور عكس الجاذبيه.
يسوفي مش الحرك وسقينا شوي حتى في قاعده عاديه ديما انا نقول لجون كروزيه ماهوش باهي لكن ديما كما شاهدوا حتى في الصور الغاديك عندنا فما البومب مسكولير هذيك العضله تقلصها وتمغطها هي عباره على ايبونج عباره على اسفنجه مملية بالماء والدم اذا كان هذيك ما تخدمش ليبونج هذيك راه كل شيء مش يقعد لوط عندنا سوميل بلونتير كما نشوفوا زاده في الصوره اللي عندنا سوميل بلونتير هذيك هي عباره على الضربه الاولى اللي هي مش تكون المؤشر الاول لرجوع الدم معناها لو فيت دو مارشي لو فيت دو مش تحرك حتى تحرك ساقيك تحرك ساقينا احنا قاعدين حتى انا نقول للمريضه انا اغلب النساء اللي عندي اغلب نقول لها شوف ما غيرلكش طريقه حياتك لكن ندخلك حاجات في الكوتيديان تاعك باش ينفعوك في بيروك حرك ساقيك كما في الطياره فو ابوي سو لي بوين دو بي اي سو لو تالون اشاك فوا بعد نص ساعه حاول تضخ هك الدم اللي موجود في الفاره وفي السوميل بلونتير حاجه اخرى حتى في كوجينتك تنجم تطيب مش باللازم قاعده ستاتيك واقفه اقف على لي بلون دو بي واقف على لي تالون دو بي هذوما اللي فات فما حاجات عاديه هما لي تيزان اللي نجم نستعملوهم اللي نسموه احنا المجفف المائي ولا نسموه الدرينور لي تيزان درينور موجودين في كل خاصه اباز دو هماماليس اباز دو شو يسموه لي فيني روج اباز دو جنقوا حتى دي بوماد للساقين دي بوماد هما اباز دو فيني روج دو ماروني داند معناها أعشاب اللي معروف عليها عندها قوة في تقوية الجدار اللمفوي ولا الجدار الأوعية مش يعاون على رجوع الدم فما لي مساج حتى لي بوماد هذوك نعملوا دي مساج على الساقين من تحت الفوق في آخر العشية فما لي دوش دو فروات أي بعد الماء البارد نعديه الماء البارد بالقدع على ساقينا علاش الماء البارد يقلص الأوردة ويقلص الأجسام اللي هي متعرضة إلى ضغط كبير بالحرارة كما قلت لك ستون لوا فيزيك لا شالور ال دي لا تو الاجسام الكل عرضه ميم هو الحديد ولا والحيط يتمغ تخليه البدن فلذا نحاولوا احنا باك لي مساج لوتو مساج اللي نعملوا فما لي با زيد انا مش نقول لك على لي با هو شوف انا الصيف ما يحبوهمش بالضبط انا المريض نعرف نحط روحي مكان المريض مش نقول له هو راهو سي تريز افيكاس حتى المسوقين نتاع لي با يتغشوش عليه هو راهو ماهوش حمايه بركه حتى علاج لي با دو كونتونسيون هي سيت اون كومبريسيون ديغريسيف او نيفو دو شوفي الضغط قوي في المولي اقل حتى كوم سي اون درين لا جون توت لا جورني كان نعملوا في مساج لمفوي للساق في لكن سامحني الصيف نعرفوا نتاع قصير نتاع واحد باش يتفرهد باش يمشي للبحر يحب ما نجمش انا جوبليج نولي نعتمد على هلي بتي مويان هذوما اللي هما نتاع الكوتيديان مش نخلو هك الماء يرجع ونخلو لي جونب الصيف نجمو زاد نعتمدوا على في اخر العشيه يفو سريلفي ان تي بو لي جونب فهمتي نقعدوا الساقين في الليل ولا حتى في القايله نحطوا الساقين مهزوزين شويه مش نفرغوهم عباره على دبوزه مملية بالماء كي تقلب الساقين مش تفرغ فهمتي معناها هذوما دي بتي مويان اللي نشربوا برشا ماء في بالي شوف ما عندها حتى علاقه انا نقول ساعات يقول لي ما نشربش ماء الماء يلزم نشربوا برشا ماء علاش فما شكون تصور في المخيل الشعبي اللي شرب الماء هو مش يمشي للساقين لا بالعكس شرب الماء مش يمشي الكلى والدوره الدمويه مش تخدم اكثر فلذا ننصح العباد بالعكس راهو لا ديزيراتاسيون هي اللي تعطي لودام دينوتريسيون وديزيراتاسيون هي اللي تعطي لودام دي مومبراف مش العكس فلذا شرب الماء حاجه مهمه جدا علاش البدن نخسروا في كميه مهوله من 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 في العرق ولا في العرق وفي التعب وهذا حتى في ليفابوراسيون اللي تقع بحكم سخانة فلذا يلزم تعويض لا حاجة أخرى نحب ديما نعرج عليها هو ديما عند نساء المرأة الحاملة راهي المحامل معرضة برشا للوديم دو مومبر انفيريور بار دو فينومين هي الضغط اللي يكزرسيه اللي يعملوا الرحم على الفانكاب وعلى الليفين يخلي رجوع الدم صعيب والحاجة الثانية هي التغيرات الهرمونية اللي تقع للمرأة إلى جيس ديريكتومون على لي باروا د فين وعلى راه يخلي لي فين السوديلات اكثر وتعطي اوديم فلذا المراه البريزون شارج تاع المراه حامل عندنا خاص نوعا ما بالنسبه ل اما باقي نقولوا احنا كي تلبس حاجه في ساقها تكون مفرهده زاده ما ننساوش اللي فما ناس يقعد مثلا ساقيه منفوخه ولا حاجه يلبس حاجه ضيقه تعمل له حاجه عكسيه زاده دكتوره اكيد
اتر بيان شوسي زاد عندها زاد عندها زاد دوره خاصه انسى تلبس الكعب العالي برشا هذا مش مصوب به معناها اذا كان لبس الكعب العالي كان حطينا المولي في بوزيسيون ستاتيك ماش باش تخدم فهمتي فلذا الكعب العالي ونقول ديما الانسان راني ما نحرمكش من الكعب العالي اذا كان عندك سواريه تاع سويعه سويعتين داكورد اما فما انسان تلبس على طول الكعب العالي وهذا ماهوش منصوح به يفو ديما نلبسوا سبابت ولا حاجات بيان ادابتي ماهيش عاليه برشا وزاد ماهيش طايحه برشا باش ما يرجعش على الظهر توجع في الظهر فهمتني هذا هو اون جينيرال كيف نحكيو على ساقين هذا اون جينيرال انتفاخ الساقين شنو هو في الصيف وشنو هو العلاج ديما نبه نبه ديما نبه راهو فما بعض اللودام بعض انتفاخ الساقين راهو هو علامه على امراض خطيره اي لازم نشوف الطبيب باش نعرف ما نستهونوش به مش ما نخوفش العباد اكثر اغلب الحالات هي حالات بسيطة ماهيش ضارة لكنك 15% استشارة طبيب لازم استشارة طبيب تكون لازم مشكورة دكتور مسلم ميساوي أخصائي في طب الشرايين والأوعية الدموية نمشي واحدة لشيف يعطيك الصحة فاطمة جينا لك وجينتنا وأكيد باش نكملوا حكاية السيتروناد مع شيف فتحية الشواشي ألوغ أنا هوني نجي ناخذ دي بوات اللي عندكم نظاف المهم يبداو نظاف بالكدا نعرفوا القارص والفاعلية نتاعو ونعبيوهم ونحطوهم في الكونجيلاتور ومن بعد كل وين حاشتنا بالسيترونات تو بعد لي كنج القارص انا ديجا حضرت قبل ما نخدم هذا خاطر يحبلو اقل حاجه 3-4 سوايع باش يتكنجل حضرت اون كونتيتي حطيتها في الكونجيلاتور ومن بعد نوريكم كيفاش تجبدوا منه بطريقه سهله وبسيطه وتحلوها سيترونات وتلقاوها سيترونات كيما مستنسين تشريوها بالمطعم البنين متاع القارص وبالمعناها فريمون طريقه سهله برشا وراهي كم فيه السكر راهو ما يباسش هذا باش يولي كانه عباره على غرانيت في الكونجيلاتور جست نحطه في الكونجيلاتور المهم وقتي تجبدوه بمغرفه نظيفه فوغاكلي تعبيو تحطوه في القمصان وتصبوا الماء وتشربوا تو بعد لوبيراسيون هذه نعملوها مع بعضنا يعطيك الصحة مشكورة شيف فتحية مشاهدينا هنا كيف ما شفتوا قبيلة حضرت معكم العجينة متاع الفلافل اللي هي عبارة على كفتة في وسطها حمص وإلا فول مصري يكونوا منفخين نيين وإلا تنجموا تخلطوهم مع بعضهم ترحيهم مع شوية بصل شوية كسبر أخضر هذوما الكل فوحهم بشوية تابل شايح شوية كمون شوية ملح أنا نحط فيه شوية الحقيقة فلفل أكحل دونك هذه العجينة متاعي نعملها أقراص دونك كيف ما هكا ديما نبل يدي شوية ماء هو نورمالمون ثم قالب سبيسيال لكن ماهوش على بورتي ما تلقاهوش في البلايص الكل يتباعك علاش انا باش نوريك كيفاش تخدمها باليد كيما تخدم الكفته ديما تبل اليد راحه اليد نتاعك وتاخذ شويه من هالعجينه هذيا وتعملها كبرات متوسطين صغار حسب انت الحجم اللي حاجتك به وهوني عندكم جرجلان ابيض هو اللي باش نغلفوا به الفلافل وتتقلى كيف ما هكا نستويها أمورها واضحة نحطها مباشرة تتقلى في الزيت سخانة وتكون متوسطة هذه الفلافل أنا باش نكمل بنفس الطريقة في الوقت هذا يلزمنا نمشي وبحذا فاطمة السويد لكن قبل المشاهدين نحب نذكركم اللي كويزينا عاملة على ذمتكم بروموسيون حلوة للناس اللي ما تقدرش تخلص في مرة تنجموا تخلصوا على برشا مرات من غير فوايد دونك باش ياخذ أكثر معلومات على كويزينا وليزارتيكل اللي يخدموا فيهم ويزورهم على مواقع التواصل الاجتماعي نتاعهم كويزينا وإلا على السيت ويب مشكورين احنا باش نمشيو تو كيف ما قلت الفاطمه السويت مشكورين لشيف خلينا نعديو التهنئه اللي هي تهنئه عائله سيكام الموسعه جميع التلاميذ المتفوقين في امتحانات شهاده البكالوريا وتتمنى لهم المزيد من التقدم والتالق كما تخص بالتهنئه عبد الحميد جلاد اللي هو كريم السيده منيره عياد جلاد اللي هي مديره التسويق لمؤسسه سيكام من اجل اجتيازه البكالوريا بامتياز متمنين له المزيد من النجاح والتوفيق في مساره الدراسي ان شاء الله مبروك عليه والف مبروك للي نجحوا الكل دونك خلينا نخرجوا فاس ومن بعد نرجع عسلامة مرحبا عندنا ريزرفاسيون 3 2 ادولت و 1 انفون عسلامة مرحبا حتى احنا كيف كيف زعما قداش كلفتنا ما نعرفش
ما نتصورش باش تلقاو اوفر خير من اللي لقيناه احنا. تصور تخوان ويتي ميل دينار اكاهو، احنا 800 دينار اكاهو. كيفاش عملت بربي؟ سامبل برشا، تدخل على سيت ليبرتا فواياج تلقى احسن عروض الصيف باسواق ما كيفاش. تسمع باش ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن احسن سوم. ما تضيعش الوقت، ادخل على libertavoyage.com. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com. طلت الاحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. يا اللي بيك فرحتنا، تحلى بيك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. الأصل الطيب، قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح، سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين. وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح، ديما لمحبتكم ساعين. التوينسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حذرناه سلة سلة، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سمحت شيف، مسهل هالبنة. سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوام معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيار تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ملا زورونا في اللي دو بوانت فونت نتاعنا في المنزه أن والحمامات. الدليل مازال باتري نوكس كوليكسيون 32 بيس او ام اس ب 599 دينار، وتنجم تخلص على 6 شهور. MS cuisiner autrement. <t'->
المسافر اليوم هو بويل دوبل فاس، الشواية الجرانيت اللي لازمها تكون في كل دار. حجمها هو 36 على 26 على 9، وألوانها هي البرونز، الغوج، الغوز، الغري والنوار. والسوم هو 139 دينار، الليفريزون غراتويت، وثم إمكانية التقسيط حتى على 3 مرات.